الليغا الاسبانيه ونجوم سيبيا تحديدا واتلتيكو بلباو والنجم الاسباني ايتور اوسيه، وهو ضيفنا في السادسه. خلينا بدايه نستقبله ونرحب بيه ونشكره على مشاركته معنا. اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي. اهلا بكم، مساء الخير. يعني بداية أبدأ أعتقد جولة أو جولتين النهاردة وبكرة في منتهى السخونة، وخصوصا النهاردة في مواجهة منتظرة، مواجهة تحمل طابع ثأري إنجاز التعبير، هتجمع بين برشلونة وبين بايرن ميونخ. إزاي بتشوف المواجهة وإزاي بتشوف فرص برشلونة في العودة مرة تانية للمنافسة على الألقاب الأوروبية؟ بدون أدنى شك المباراة ستكون بين فريقين من الأفضل في العالم، الفريقان يضمان لاعبين كبار، الظروف مختلفة بين الفريقين. بايرن ميونخ يدخل المباراة بشكوك كبيرة مثلما قال مولر، والتعادل مع في المباراة الأخيرة في الدوري الألماني، بينما في الجانب الآخر برشلونة أجرى صفقات كبيرة. الفريق دون أدنى شك يدخل المباراة بقوة أكبر، وفي فترة الإعداد ظهر هذا التحسن وفي بداية الموسم عن الموسم الماضي، باستثناء المباراة الأولى التي خرج فيها بتعادل. أعتقد أن برشلونة يقدم مباريات قوية ويمر بفترة رائعة في الفترة الحالية، وهذا ما شاهدناه. ولكن أعتقد أن مباراة بايرن ميونخ ستكون مختلفة، هي مباراة كبيرة بكل حال. البايرن نعم البايرن ليس في حالته، ولكنها بطولة مختلفة عن الليغا بطبيعة الحال. الفريقان يريدان أن يثبتان قوتهما في هذا الموسم، وأعتقد أنها ستكون مباراة طيبة. واحدة من الأسباب اللي بتشد الأنظار بشكل كبير جدا للمباراة، بعيدا عن قيمة الفرقتين، طبعا هو فرقتين من أكبر فرق كرة القدم في العالم، لكن واحدة من الأسباب اللي بعتقد كمان يعني لفت أنظار الجمهور لمتابعة المباراة هي روبرت ليفاندوفسكي، واحد من أهم نجوم بايرن ميونخ في السنوات الأخيرة، وانتقل للبارسا وقدم بداية قوية وقدم أوراق اعتماده لجماهير البارسا في عدد من المباريات في الليجا في أسبانيا. ولكن السؤال النهاردة، هل تتوقع من تشابي أنه يراهن على روبرت ليفاندوفسكي من بداية المباراة؟ تأثير وجوده في ملعب أليانز أرينا أمام بايرن ميونخ فريقه السابق أمام جماهير البايرن وهو بيلعب في صفوف البارسا، هل ممكن تأثر على مستواه؟ هل ممكن تأثر على فرص مشاركته؟ وجهة نظرك. لا، أعتقد أن ليفاندوفسكي لاعب يمتلك خبرة كبيرة، هو يمتلك خبرة كبيرة في الملاعب وسنوات عديدة، أعتقد أنه لن يتأثر بهذه الظروف. بطبيعة الحال سيواجه زملائه السابقين في البايرن، ولكن لقد أثبت في وقت قصير للغاية، أثبت مستواه الكبير وإمكاناته الكبيرة، وهو لاعب يمتلك قدرة هائلة، وهو في حالة فنية وبدنية رائعة حاليا، وأعتقد أن بالمستوى الذي يقدمه أعتقد أن تشافي وأتوقع أنه سيعتمد عليه بطبيعة الحال، لأنه المرجعية في هجوم برشلونة. طيب، يبدو أنه القدر حط الكرة الألمانية والكرة الأسبانية في أكثر من مواجهة، لأنه مش بس عندنا مواجهة البارسا والبايرن النهاردة، لكن كمان عندنا مواجهة أتلتيكو مدريد في مواجهة باير ليفركوزن. هل بتشوف أو إزاي بتشوف المباراة دي وفرص أتلتيكو مدريد طبعا في مواجهة ليفركوزن النهاردة، بتشوفها إزاي؟ لا، الأمر نتحدث عن نفس الأمر، عن أتلتيكو وباير ليفركوزن، فريقان كبيران يمتلكان لاعبين كبار ويمتلكون قدرات فردية كبيرة. بدون أدنى شك أتلتيكو مدريد متواجد في هذه المراحل من البطولات وفي هذه ويكون حاضر في هذه المباريات، سواء في ملعبه في المتروبوليتانو أو خارج ملعبه.
يلعب بنفس الأسلوب وبنفس الهوية. الفريق الجماهير تنتظر الكثير من الفريق هذا الموسم سواء في الليغا أو في دوري الأبطال لكي يتفادى ما حدث في الموسم الماضي سواء في الليغا أو في دوري الأبطال عندما غادر البطولة من الأدوار الأقصائية. أعتقد أن سيميوني هذا الموسم يريد أن يغير ما حدث مع الفريق، ولهذا أعتقد أن المباراة ستكون مفتوحة وأتلتيكو يمتلك فرص حقيقية لحصد الثلاث نقاط في خروجه لألمانيا. قبل ما أتكلم على ثالث المواجهات الألمانية الأسبانية، اللقاء المنتظر بكرة بين ريال مدريد حامل اللقب وبين لايبزيج، خليني أسمع رأيك في وجهة النظر اللي قالت أنه حالة التألق الكبيرة جدا اللي عاشها كريم بنزيما واللي عاشها كورتوا حارس المرمى الدولي البلجيكي هي اللي غطت على كتير من مشاكل وكتير من عيوب ريال مدريد في الموسم الأخير، وهي اللي وصلت ريال مدريد للتتويج سواء بلقب الليغا الأسبانية أو بلقب الشامبيونز ليج. رأيك إيه في وجهة النظر دي؟ أتفق مع هاتين النقطتين، وأن هذين اللاعبين صنع بالفعل الفارق مع ريال مدريد، ولكن هناك أيضا مودريتش وكروس وكاسيميرو، هناك لاعبين كثيرين في الريال يمتلكون أهمية كبيرة. الأمر لا يتعلق بلاعب أو اثنين، هو فريق جماعي، ولكن حقيقة الأمر يجب أن نبرز المساهمة في الهجوم التي يقدمها بنزيما بطبيعة الحال عندما نتحدث عن الأهداف وعن التمريرات الحاسمة طبعا، وبنفس الأمر كورتوا في حراسة المرمى. شاهدنا ما فعلناه في الأدوار الإقصائية الموسم الماضي، وعندما كان ريال مدريد متأخر في النتائج وكان أقل في المخزون الأفراد أمام باريس سان جيرمان، أمام تشيلسي إلى آخره من الأندية الأخرى. الخصال التي والتصديات التي قدمها كورتوا في هذه المباريات كانت بالطبع هي كلمة الفصل. طيب خليني أقف عند الجزئية دي وأشوف برضو رأيك، لأنه أنت اتفقت معنا يمكن في البداية أنه برشلونة عمل ميركاتو يمكن يكون الأقوى على مدار الأربع أو الخمس مواسم الأخيرة. هل بتشوف أنه ميركاتو الريال يمكنه أو يساعده على أنه يحتفظ بلقب الليجا أو بلقب الشامبيونز ليج، وخصوصا طبعا بعد ما فشل في انتداب الدولي الفرنسي كيليان امبابي؟ أعتقد أن برشلونة كان من الضروري أن يقوم بهذه الصفقات، لأننا شاهدنا ما حدث في الموسم الماضي. الموقف كان صعب للغاية، الموقف كان صعب بكل تأكيد مما ينتظر من فريق كبير مثل برشلونة. ده مفهوم من جانب إدارة برشلونة، لكن الكلام على ميركاتو الريال نفسه، هل بتشوف أنه بيرقى إلى طموح فريق عايز يحافظ على لقب الليغا في أسبانيا أو لقب الشامبيونز ليج في أوروبا؟ أعتقد أن كنت سأشرح هذا الأمر. ريال مدريد لم يكن بنفس الضرورة للتعاقد مع نفس عدد اللاعبين التي تعاقد معها برشلونة. أعتقد أن اللاعبين الذين تعاقد معهم ريال مدريد قادرين على الحفاظ على نفس مستوى التنافسية والأداء الذي قدمه ريال مدريد مع القائمة التي كانت موجودة في الموسم الماضي. أعتقد أن صفقات ريال مدريد كانت جيدة أيضا. مين المرشح الأول من وجهة نظرك للفوز بلقب الليجا، ومين المرشح الأول من وجهة نظرك للفوز بلقب الشامبيونز ليج في الموسم الحالي؟ بالنسبة لي أرى أن هذا العام ريال مدريد وبرشلونة يمتلكان حظوظ كبيرة. أعتقد أن الليغا ستكون أكثر تنافسية بينهما، وكذلك بطبيعة الحال في دوري الأبطال.
أعتقد أن فرق أخرى مثل إشبيلية كانت تنافس في الموسم الماضي لن تنافس في هذا الموسم. المنافسة ستكون بين ريال مدريد وبرشلونة، ولكن مع وجود أتلتيكو مدريد أيضا أعتقد أنه سينافس في دوري الأبطال. هناك أندية كبيرة غير الأندية الإسبانية، مانشستر سيتي، ليفربول. مانشستر سيتي بدأ الدوري بشكل قوي، ليفربول الأمر مغير، ولكن دوري الأبطال يختلف. أعتقد أن هناك أندية كبيرة وقوية تنافس بشكل كبير على دوري الأبطال. بالنسبة لي الأمر صعب، من المبكر أن نضع مرشح أبرز للفوز. طيب، وصولا لسيبيا، وبداية طبعا هارد لك، خسارة كانت صعبة جدا على أرضه وملعبه وسط جمهوره، من واحد من عمالقة طبعا وواحد من المرشحين للتتويج بلقب الشامبيونز ليج المان سيتي. لكن من وجهة نظرك إيه سبب الأداء وسبب النتيجة الكبيرة اللي تعرض ليها سيبيا على أرضه في مواجهة المان سيتي في بداية مشواره في الشامبيونز ليج؟ أعتقد أن الشكوك التي بدأت مع إشبيلية في البطولة المحلية في الليغا مع بداية الموسم، الفريق لم يبدأ بالشكل المطلوب، كانت هناك نقاط عديدة أهدرها وأمام فرق لم يكن ليهدر أمامها النقاط في الوضع الطبيعي. هناك حالة من عدم الثقة بين اللاعبين بالنظر لما حدث في النتائج، وبالطبع كان يواجه فريق كبير مثل مانشستر سيتي، الأمر كان صعب بالغاية بالنسبة له. المانشستر سيتي يمتلك ظروف أفضل ولاعبين أفضل بطبيعة الحال، وكذلك على مستوى المدرب. ما أعتقد أن على مستوى المستوى المعنوي والثقة قد يمنحه هذا الأمر مشاعر مختلفة لكي يخوض الجولة الجديدة أو المباراة الجديدة في دوري الأبطال. مش غريبة بالنسبة لك، وده السؤال الأخير، مش غريبة بالنسبة لك أنه نجوم بحجم كيليان امبابي وإيرلينج هالاند واحد يفضل أنه يستمر في الدوري الفرنسي رغم ضعف المسابقة أو المنافسة، وواحد يفضل انتقال الدوري الإنجليزي للمان سيتي على أن هم يروحوا نادي بقيمة وبحجم ريال مدريد؟ لا أعلم حقيقة الأمر، ما الأسباب التي دفعتهم للبقاء، إذا كانت أسباب رياضية أو مادية. في كل عام هناك نجوم كبار تريد أن تلعب في الليغا الإسبانية في كل عام. لا أعرف ماذا حدث بالتحديد بالنسبة لمبابي. في بعض الأحيان قد تستطيع أن تدعم صفوفك بلاعبين كبار ونجوم من الأسماء الكبيرة، ولكن مانشستر سيتي يبقى فريق كبير أيضا، وبالنظر للظروف التي يتيحها مانشستر سيتي فمن الطبيعي أن يقرر هالاند الانتقال إلى مانشستر سيتي. في الوقت الحالي الدوري الإنجليزي لديه قدرات كبيرة على المستوى المادي مثل مانشستر سيتي ونيوكاسل وليفربول وتشيلسي، وبالانتقال للدوري الفرنسي مؤخرا باريس سان جيرمان هو الفريق الأكبر في الدوري الفرنسي بطبيعة الحال، لم يكن كذلك في السابق، كان مارسيليا وليون، ولكن القدرات المادية سمحت له بالتعاقد مع أسماء كبيرة من المستوى الأول، وهذا ما دفع اللاعبين للبقاء. أيتور أوسيو نجم سيبيا أتلتيكو بلباو، بشكرك شكرا جزيلا، وكل التوفيق طبعا لسيبيا، الفريق اللي انت بتشجعه وبتنتمي ليه، بكره في مواجهه كوبنهاجن الدنماركي، مواجهه ممكن تبقى اسهل نسبيا. بشكرك شكرا جزيلا على المشاركه معانا، ونستقبل نجم